ايش هي برامج إدارة الحزم او الباكج مانجر، ايش هي وظيفتها وليش هي مهمة. خلوكم معانا. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد البلوشي، وفي هذا الفيديو راح اشرح لكم ايش هي برامج إدارة الحزم او الباكج مانجر. خلونا نبدا بكلمة الحزم. الحزم هي برنامج زي ما احنا نسميه على ويندوز او على اي نظام ثاني. الحزم هي برنامج، بس على لينكس احنا نسميها حزمة او باكج بالانجليزي. فوظيفة برامج إدارة الحزم هي تحميل البرامج وكل البرامج اللي يعتمد عليها البرنامج اللي انت بتحمله. فخلي نقول انك بتحمل برنامج مثلا زي الوورد او برنامج نصوص، فالبرنامج هذا مفروض يكون عنده مكتبة من الخطوط او الفونتس عشان يشتغل زي الناس. فهذه اشياء يعتمد عليها البرنامج. فوظيفة برنامج إدارة الحزم او الباكج مانجر انه يحمل البرنامج، مو بس البرنامج، كمان يحمل البرنامج اللي يعتمد عليها البرنامج. ومن الأشياء اللي ساعدك عليها برنامج إدارة الحزم هي حذف البرنامج وكل البرامج اللي يعتمد عليها هذاك البرنامج، وكمان يساعدك على تحديث النظام مع كل البرامج اللي نزل لها تحديث. فمثلا خلينا نقول انه نظامك اللي هو مثلا لينكس مينت او اوبونتو او اي نظام ثاني نزل له تحديث، وكمان نزل لفايرفوكس وكمان VLC تحديث. فايش يسوي هذا برنامج إدارة الحزم؟ يحدث هذه البرامج كلها مع بعض. فانت كذا ما سويت ولا شيء، بس انت دخلت هذاك الامر على التيرمينال او من عن طريق الستور ضغط على زر التحديث، هذا كله اللي انت سويته. ولكن في الخلفية هذا كله اللي صار، حدث ذي البرامج كلها لك وانت ما تعبت، يعني مثلا خشيت النت ضغطت تنزيل للتحديث يعني مثلا وحدثته بنفسك. في معلومة حبيت انبه عليها، وهي انه برامج إدارة الحزم تستخدم في الخلفية في متاجر البرامج على لينكس. فلو يعني مثلا نبحث عن برنامج كروميوم، النسخة المفتوحة المصدر لبرنامج جوجل كروم، فلو زي ما شايفين يعني قدامنا جوجل كروم وجوجل كروم انستيبل اللي هو مثلا ممكن بيتا، فلو نضغط على ان جوجل كروميوم فزي ما شايفين هنا نقدر نسوي نضغط على انستول ونحمل البرنامج. وكمان يعني لو تلاحظوا هنا في فيدورا يبين لك انه في نسختين، نسخة فلات باك ونسخة RPM. نسخة الـ RPM هي زي نسخة الـ EXE على لينك على معليش ويندوز، واللي هي انت تستخدمها لتثبيت البرامج. نسخة الفلات باك هي نسخة يعني مشابهة لمثلا الـ RPM، ولكن هي تقدر يعني تستخدمها على كل او اغلب توزيعات لينكس، لانه هي ما هي مربوطة بتوزيع معينة. ولكن نسخة الـ RPM هي مربوطة بس بنسخة او توزيعة فيدورا لينكس. وعلى فكرة ما في فرق بين البرنامج لو حملت من الفلات هب او الفلات باك او عن طريق الـ RPM اللي هو بس لفيدورا لينكس. وعلى حسب توزيعتك تقدر تلاقي كمان ممكن نفس البرنامج ممكن في ثلاثة مستودعات، يعني مثلا في فلات باك، وفي مثلا سناب، وفي مثلا الباكج مانجر حق نظامك انت وتوزيعتك. فمثلا على اوبونتو ممكن تلاقي مثلا بدل RPM ممكن تلاقي ديب باكج DEB باكج، او على باكمان ممكن تلاقي على مضم باكمان او PAC ناسي الاختصار او الصيغة حقتهم. فاللي ابا اقوله يعني ما في فرق بين الصيغ، هو نفس البرنامج في كل الصيغ دي، ولكن من يعني فترة طويلة كل توزيعة تستخدم النسخة الخاصة لها، فهذا تعب المطورين. فاللي اشتغلوا عليه انهم سووا يعني مثلا صيغة معينة تقدر تشتغل على اغلب التوزيعات حقت لينكس، واللي هي فلات باك وسناب، وكمان الشيء الثالث اللي هو اب ايمج. ولو نبي نبحث عن طريق التيرمينال عن برنامج معين، ففي حالتي انا سودو DNF مثلا سيرش مثلا نقول كروميوم، فDNF اللي هو برنامج إدارة الحزم على فيدورا، فنضغط سيرش. لازم نستخدم سودو مع DNF. فزي ما شايفين يعني كروميوم موجود على فيدورا، نفس الشيء زي ما وريتكم قبل شوي عن طريق المتجر. فلو نبي نبحث عن فلات باك كروميوم فنقدر نسوي نفس الشيء، ولكن مو لازم نستخدم سودو. نضغط ندخل مثلا فلات باك سيرش كروميوم، فزي ما شايفين جاب لنا كروميوم واللي هو اول واحد. فزي ما شايفين يعني المتجر يستخدم نفس الاشياء اللي احنا نستخدمها في موجه الاوامر. هذه الاشياء كلها يقوم بها برنامج إدارة الحزم. لما ينزل ويثبت البرنامج يثبته في المسار الصحيح، اللي هو مثلا في لينكس على ما اظن /user/bin اذا ما خاب ظني، واذا انا غلطت اكتبوا لي هو في الكومنت عشان انا اثبت الكومنت. وهذه الميزات، هذه الميزات المهمه الموجوده في الباكج مانجر او برامج إدارة الحزم. ولكن في ميزات جدا كثير غيرها، فخلونا نشوف مع بعض. هذا موقع Arch Linux زي ما انتم شايفين،
الارتش ويكي على قولهم. هنا تقدر تشوف كل امر لبرامج اداره الحزم او الباكج مانجر. فزي ما انتم شايفين في نظام ارتش تقدر تستخدم باكمان وريد هات، يعني مثلا في دورا وذي الانظمه تستخدم دي ان اف، وزي ما احنا عارفين يعني ديبيان وبونتو يستخدموا اب. ففي هذه الصفحه تقدر تشوف من خلالها كل الاوامر اللي مستخدمه في اهم برامج لاداره الحزم، وشارح لك كل امر ايش يقوم بيله. فزي ما انتم شايفين مثلا لو انت تبي تثبت برنامج معين، فخلونا نقول انه بنحمل حزمه معينه او برنامج معين، في حاله ارتش نضغط باكمان داش اس كابيتال ونحط اسم الحزمه مثلا VLC، وفي حاله فيدور نقدر ندخل امر DNF install، وفي حاله ديبيان وبونتو ندخل apt install. طبعا هذه الاوامر كلها يعني قبل لا انت تدخلها تحط كلمه sudo، يعني مثلا sudo باكمان داش اس كابيتال واسم الحزمه مثلا VLC. ففي هذه الصفحه تقدر تشوف كل اوامر برامج اداره الحزم او الباكج مانجرز، وراح احط لكم رابط الصفحه هذه في الديسكربشن. فاذا انت تقدر وقتك زيي مثلا، حتشوف انه برامج اداره الحزم توفر عليك وقت جدا كبير في تحميل وتثبيت البرامج وحتى تحديثها. فانت ممكن بتسال نفسك على ويندوز هل في برنامج زي كذا؟ في برنامجين زي كذا، واحد منهم اللي هو وينجت من شركه مايكروسوفت نفسها، زي ما شايفين هنا تقدروا تشوفوا كيف تنزلوه وتستخدموه، وهو اصلا محمل وهو اصلا مثبت مسبقا اذا كنت مستخدم ويندوز 11، ولكن في حاله ويندوز 10 لازم تثبت انت بنفسك، واذا ما خاب ظني ما هو موجود على ويندوز 7. وهذا البرنامج اداره الحزم هو كان موجود قبل وينجت، فاذا يعني ما ضبط معك تشغيل وينجت تقدر تستخدم شوكليتي، وانا كمان استخدمت يعني وينجت وكمان استخدمت شوكليتي، كلهم تمام يسووا نفس الوظيفه. وفي حاله ماك او اس عندك هومبرو، ولكن هومبرو مو مثبت مسبقا، لازم انت تثبته بنفسك. فهذه برامج إدارة الحزم لكل أنظمة التشغيل، لينكس ماك وكمان ويندوز. فأشوف انه إذا انت تقدر وقتك المفروض تستخدم هذه البرامج. فإذا عندك أي معلومة أو أي شيء تبي تضيفه لنا في هذا الفيديو اكتب لنا هو في الكومنت، وقولوا لي ايش رأيكم في برامج إدارة الحزم، هل هي سهلة؟ وإذا كنت بتتابعني على جيت هوب وتشوف مشاريع اللي أنا شغال عليها، أو مثلا تبي تسوي فورك لمشروع معين، تقدر تروح على حسابي على جيت هوب اللي هو هذا، أو عن طريق الرابط اللي موجود في الديسكريبشن، فتقدر تروح على حسابي هناك ومثلا تقدر تلقي عليه نظرة، وحكون جدا شاكر لك. كان معكم أخوكم محمد بلوشي، والسلام عليكم.